عدد العناصر في جدول الدوري الحديث كام؟ ها؟ 118 عنصر. طب عدد المجموعات كام؟ عدد المجموعات كم مجموعة؟ كم مجموعة؟ 18 مجموعة. كم دورة؟ كم دورة؟ سبع دورات. عندنا بصوا كده، عندنا كم دورة؟ سبع دورات. بصوا دي الدورة الأولى، الدورة الثانية، الدورة الثالثة، الدورة الرابعة، الدورة الخامسة، الستة، السبعة. قلنا رقم الدورة بيدل على ايه؟ بيدل على ايه رقم الدورة ده؟ بيدل على ايه؟ ها؟ عدد مستويات الطاقة المشغولة بالالكترونات، مشغولة بالايه؟ بالالكترونات. طيب احنا كاتبين على المجموعة فوق واحد اثنين اهو. ايه الرقم ده؟ هنا كاتبين سبعة، هنا كاتبين مثلا مجموعة صفرية، ليه كاتبين كده؟ رقم المجموعة ده بيدل على ايه؟ عدد في مستوى الطاقة الخارجي اللي هو الايه؟ الأخير، معايا؟ طب الجدول ده قلنا فيه 118 عنصر، وفيه ها 18 مجموعة، وفيه سبع دورات. بينقسم، انتوا عارفين خدنا احنا مستويات الطاقة، مستويات الطاقة دي كم مستوى؟ كم مستوى؟ ها؟ سبع مستويات اللي هما ايه؟ مستويات طاقة، مين أقلها طاقة؟ إيه؟ مين أكبرها طاقة؟ ميس كيو. مين أكبرها طاقة؟ كيو. كل ما أبعد عن النواة كل ما يزيد الطاقة، معايا؟ طيب احنا قلنا المستوى الرئيسي ده اللي هو الكي بينقسم إلى مستوى فرعي اسمه اس، والمستوى ال اللي هو تاني واحد ينفصل لمستويين فرعيين اس وبي، والمستوى الثالث ثلاث مستويات اس وبي ودي، والمستوى الرابع اربع مستويات اس وبي ودي واف. بنسمي المستويات الفرعيه دي بنسميها فئه. يبقى عندنا كام فئه؟ اربعه. كام فئه؟ اربعه. اول فئه نبداها من على الشمال اسمها الفئه ايه؟ اس. اسمها الفئه ايه؟ اس. اسمها الفئه اس. تشمل كام مجموعه؟ اثنين. واحد ايه واثنين؟ ايه. واحد ايه واثنين؟ ايه. الرقم الحديث لدي كام؟ واحد. ودي كام؟ اثنين. اين تقع الفئه اس؟ على يسار الجدول. تشمل كام مجموعه؟ اثنين. واحد ايه واثنين؟ ايه. الرقم الحديث؟ واحد. 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 ماشي. في وسط الجدول في عناصر اسمها عناصر انتقاليه. اسمها عناصر ايه؟ انتقاليه. اسمها عناصر ايه؟ انتقاليه. عددها 10 مجموعات، عددها كام؟ 10 مجموعات. كلها يرمز لها بالرمز بي ما عدا المجموعه 8. ما عدا المجموعه 8. 8. تبدا من الدوره الايه؟ الرابعه. يبقى اين تقع الفئه دي؟ في وسط الجدول. في وسط الجدول. تشمل كام مجموعه؟ نرمز لها بالرمز بي ما عدا المجموعة 8. تبدأ من الدورة، تبدأ من الدورة الايه؟ دورة الايه؟ دورة الايه؟ الرابعة. تبدأ من الدورة الرابعة. يبقى أين تقع الفئة دي؟ في وسط الجدول. في وسط الجدول. تشمل 10 مجموعات. تشمل 10 مجموعات. تسمى العناصر الانتقاليه. تسمى العناصر الانتقاليه. خلاص يرمز لها بالرمز تي. تي. يرمز الجدول. تشمل كم مجموعه؟ 10 مجموعات. تشمل كم مجموعه؟ 10 مجموعات. يرمز لها بالرمز بي. بي. يرمز لها بالرمز بي. عدد المجموعه 8. دي بتشمل ثلاث اعمده عشان عناصر متماسكه فحاطينهم مع بعض متشابه في الخالص. معايا؟ تبدا من الدوره الايه؟ الرابعه. تبدا من الدوره الايه؟ الرابعه. اين تقع الفئه دي؟ على يمين الجدول. على يمين الجدول. تشمل ست مجموعات. تشمل ست مجموعات. معايا؟ كلها رمزها ايه؟ ما عدا المجموعه الصفريه. ما عدا المجموعه الصفريه. ما عدا المجموعه الصفريه. اين تقع الفئه دي؟ على يمين الجدول. على يمين الجدول. تشمل ست مجموعات. تشمل ست مجموعات. كلها يرمز لها بالرمز ايه؟ كلها يرمز لها بالرمز ايه؟ ما عدا المجموعة الصفرية.
شويه. في فئه اخيره، الفئه الرابعه دي بتقع اسفل الايه؟ الجدول. اسفل الايه؟ الجدول. تشمل سلسلتين، هل انسيدات ولا اكتينيدات؟ هل انسيدات ولا اكتينيدات؟ المجموعات الرئيسيه عندنا في الجدول، اول مجموعه اسمها الاقلاء، اسمها ايه؟ الاقلاء. اين تقع الاقلاء في المجموعه واحد وهي انشط الفلزات؟ وهي انشط الفلزات. كل ما تحرك من اعلى الى اسفل يزيد نشاطها ويزيد نصف القطر ويزيد الحجم، تزداد الصفة الفلزية كل ما اتحرك من اعلى الى اسفل. مجموعة الاقلاء دي مش هاخد فيها الهيدروجين، ما فيهاش الهيدروجين، لان الهيدروجين ده لا فلز، لا فلز، كلها عناصر صلبة، لكن ده غاز فتبع اللا فلزية. معايا؟ يبقى اول مجموعة عندنا في الجدول اسمها الاقلاء، اسمها ايه؟ الاقلاء. وهي فلزات نشطة جدا، وهي فلزات نشطة جدا. كل ما اتحرك من اعلى الى اسفل يزداد النشاط ويزداد النشاط. يزداد النشاط، يزيد الحجم، يزيد نصف القطر، كل حاجة بتزيد، تزداد الصفة الايه؟ الفلزية. خلاص؟ تاني مجموعة عندي اسمها الأقلاء الأرضية، اسمها الأقلاء الايه؟ الأرضية. الأقلاء الايه؟ الأرضية. دي أقل نشاط من الأقلاء، دي أقل نشاط من الأقلاء، أقل نشاط من الأقلاء، وهي عناصر صلبة، وهي عناصر ايه؟ صلبة. برضه كل ما اتحرك من أعلى إلى أسفل يزداد نصف القطر، يزداد النشاط، يزداد الحجم. معايا؟ المجموعة الثالثة اللي عندنا اسمها الهالوجينات، اسمها ايه؟ الهالوجينات. بيسموها هالوجين يعني مكون الملح، يعني هي اللي بتكون الملح، هي اللي بتتحد مع الفلزات اللي هي دي وتكون املاح. كلمة هالوجين يعني مكون الملح، بيكون ايه؟ الملح. المجموعة دي مش كلها صلبة، في منها غاز زي الفلور والكلور، في منها زائل زي البروم، في منها صلب زي اليود، اما الاستاتين ده